السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقعين بيحولوا الفيديو لكرتون بالشكل دوت، يعني تديله فيديو عادي ويبدأ يحول لك الستايل بتاعه لكرتون. أي فيديو بيقعد ثوادي لحد ما يبدأ يحمله، بعد كده يبدأ تشوف الفيديو الحقيقي ويتحول لكرتون ازاي. هتظهر معانا بالشكل دوت. عمل ستايل كان كرتون، وبرضه في شويه مزايا حلوه او في شويه تطبيقات حلوه. الفيديو كونفرتر، في ان انت تشيل الضوضاء من قلب الفيديو، ان انت ممكن تكبر الصوره بتاعتك، يعني في شويه قرارات كويسه. تظبط الصور، تقدر تحول الصور لكرتون برضه، ففي شويه امكانيات كويسه ممكن تعجبكم. ممكن تبدا فري وبعد كده تاخد تشتري حاجات بفلوس. في برضو موقع تاني هسيب لكم الرابطين اسفل الفيديو، برضو بترفع الفيديو ويبدأ ان هو يحول لك ليه كرتون بالشكل دوت.